لقد كان الشعب الجزائري دوما مواكبا للمراحل التاريخية الحاسمة من خلال وعيه التام بالقضايا المصيرية الراهنة والخيارات والمواقف المتخذة التي من شأنها تحقيق الشمولية التي نتطلع إليها في البناء الحضاري الكامل الذي هو وحده القادر على تجاوز الحاجة الراهنة والعبور إلى المستقبل الأفضل للجزائر المنتصرة من خلال الاستفادة من الرصيد الزاخر للثورة التحريرية المباركة وما تركه أبطالها من مكامن القوة وشروط الانتصار.